أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء تدريبات الترقي إلى وظائف المعلمين اعتبارا من السبت. وقال الدكتور ذلك من خلال 300 معمل متصل بالإنترنت، فيما أكد الدكتور حسن الجاويش مدير الإدارة العامة لصلاحية الترقي أن عدد المستهدفين للترقي 523,800 معلم. أستاذ مصباح، يعني حركة الترقيات هي الأكبر في تاريخ وزارة التربية والتعليم، برأيك إلى أي مدى من الممكن أن يسهم ذلك في تطوير المنظومة التعليمية والمحتوى المقدم للطلاب؟ هو امبارح حتى كان عيد المعلم، فبرضه بنهني المعلمين جزما كذا التعبئه اللي كان مطلع احصاء كويس عن المعلمين في المدارس الحكوميه وفي الازهر. احنا عندنا تقريبا 1.25 مليون معلم، فلما يبقى نصهم مش مترقي يبقى اكيد كان في حاجه غلط في السنوات الماضيه، يعني ما كانش المسار بتاع الترقيات ماشي بشكل طبيعي. فشيء جيد الحقيقه ان الناس تاخد حقها، زي ما بندين المدرسين اللي بيدوا دروس خصوصيه وبنتهمهم، ومن حقنا الحقيقه نتهمهم لانه في توسع في المخالفات للقانون وللاصول التربويه والتعليميه. لا، زي ما كمان لازم الناس تبقى تاخد حقها. لكن كل ما بتمناه الحقيقه، لانه الوزير يعني اثبت في اكثر من موقع انه راجل مش شعبوي، يعني ايه مش مجرد ايه استجابات لضغوط او احتياجات عشان الناس تسقف له، لكن عنده استراتيجيه واضحه لاصلاح التعليم. قد يكون عليها بعض الخلاف، بس انا عن نفسي بدعو الراي العام الى ان يسانده، لانه فعلا عنده ما يفعله في هذا القطاع، وبالتالي بتمنى انه هذه الحركه تصب في هذا الاتجاه. وبما اننا بنقول طول الوقت وعن حق ان المعلم هو قلب تغيير العمليه التعليميه.